السلام عليكم. الأسد خلال القمة العربية، العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآلية واضحة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمة له أمام قمة الجامعة العربية إن العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآلية واضحة. وأضاف الأسد أن علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق وألا تغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب. وأضاف الأسد العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات ولا تكفيها قمم، لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيا ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، ولا تنتهي عند الخطر العثماني، ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمعالجتنا النامية. هنا يأتي دور الجامعة العربية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرط تطوير منظمة عملها. وتابع الأسد أنه في القضايا التي تشغلنا يوميا لا يمكن معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، فكل تلك القضايا تنتمي لعناوين أكبر لم تعالج في مراحل سابقة. لابد من معالجة التصدعات التي نشأت خلال عقد مضى، والأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها لإدارة شؤونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية في شؤوننا. وأكد أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجية وأهداف مشتركة. وتمنى الأسد أن تشكل القمة بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا لتحقيق السلام في منطقة والتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار، متوجها بالشكر العميق لرؤساء الوفود الذين رحبوا بوجودنا إلى القمة ودعوا سوريا إلى جامعة الدول العربية. وشكر الرئيس السوري كذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدور الكبير الذي قامت به السعودية وجهودها المكثفة التي بذلتها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولنجاح هذه القمة. في الأخير إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.